السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس البلانينج باستخدام برنامج بريمافيرا بي 6. في المحاضرات اللي فاتت عرفنا نعمل كونفيجريشنز أول ما بنفتح برنامج البريمافيرا لأول مرة، وعرفنا يعني إيه اي بي اس و او بي اس، وكريتنا البروجكت بتاعنا اللي هنشتغل عليه. تمام، في محاضرة النهاردة إن شاء الله هنعرف يعني إيه كالندر، وهنشوف تأثيره على الدوريشن بتاعة البروجكت. تمام، طيب هنا عندنا لما بنفتح البرنامج زي ما اتكلمنا قبل كده بنفتح على البروجكت ويندو. تمام، عندنا هنا دي الويندو الخاصة بالبروجكت، عندنا اللي على اليمين دي اللي هو الجانت تشارت او البار تشارت. تمام، والويندو اللي تحت دي هي الويندو الخاصة بالديتيلز، يعني لو انت واقف على بروجكت هتبقى البروجكت ديتيلز، لو انت واقف على اكتيفيتي هتبقى الاكتيفيتي ديتيلز، لو انت واقف على دبليو بي اس هيبقى الدبليو بي اس ديتيلز. تمام، فهي الويندو الخاصة بالديتيلز بشكل عام. اوكي، طيب احنا دلوقتي عندنا يعني في اي بي اس مالهمش لازمة، خلينا نشيلهم صحهم عشان يبقى عندنا الموضوع اروق اكتر. ده الاي بي اس اللي هو كان باي ديفولت بتحمل واحنا بنحمل البرنامج او احنا بنثبت البرنامج لاول مره، خلينا نشيله مش هنستفيد منه حاجه دلوقتي، ونشيل كمان الاي بي اس اللي كنا عملناه في محاضره الاي بي اس. تمام، خلي عندنا الاي بي اس الخاص بالبروجكت بس دلوقتي. اوكي، عندنا البروجكت بتاعنا بي 6 كورس 2023، خلينا نفتح البروجكت، رايت كليك اوبن بروجكت. تمام، لو عايز تقفله هتيجي من هنا للسهم ده close all وتقفله تاني. تمام، هنا خلينا نفتحه تاني، قائمة فايل عندك هنا في open او close all، close all project يعني، او open project اللي انت بتبقى واقف عليه. تمام، طيب خلينا بقى نركز في محاضرتنا النهاردة. عشان نفتح الكالندر الخاص بينا هنروح على enterprise ونفتح الكالندرز. تمام، هنا هتلاقي عندك كده الكالندرز اللي باي ديفولت برضو متحملين مع البرنامج، متحملين مع الداتابيز بتاعت البرنامج وانت بتثبت البرنامج. طيب عندنا اقرب كالندر ممكن نشتغل عليه ايه؟ عندنا اقرب هنا في 6 working days او 6 days work week، خلينا كده نفتح 6 working days ده، او خلينا نكريت احنا كالندر جديد خاص بينا احنا نعدل عليه ويبقى خاص بالبروجكت بتاعنا. تمام، هنقف على 6 working days وهنعمل هنا add. تمام، هيقول لك اختار الكالندر اللي انت عايز تكريت واحد زيه او يبقى نفس الصفات يعني. تمام، هنقول له 6 working days. تمام، نقول له اوكي. هيقول لك اختار اسمه، هنسميه مثلا B6 course 6 days. تمام، وهنقول له موديفاي. تمام، هنا اوريدي هتلاقيه معلم على يوم الجمعه ان هو يوم اجازه. حلو الكلام، مفيش عندك اي مشاكل، وبدأ لك بدايه الاسبوع من السبت. تمام، لان احنا كنا ظبطنا في المحاضره اللي قبل اللي فاتت ان بدايه الاسبوع عندنا يبقى يوم السبت، فاحنا كده ما عندناش مشاكل في الكالندر. تمام، طب عايزين نعرف تفاصيل اكتر الكالندر ده، عدد ساعات العمل او ايام العمل او كده، هندوس على ورك ويك. تمام، هنا هيقول لك السبت للخميس 8 ساعات والجمعه 0. حلو الكلام، طيب لو دخلنا على التايم بيريودز، هنا دوسنا على التايم بيريودز هتلاقيه مطلع لك عدد ساعات العمل في اليوم وفي الاسبوع وفي الشهر وفي السنه. طيب عدد ساعات العمل عندنا في اليوم 8 ساعات مظبوط، في الاسبوع 30 دي مش مظبوطه، هنخليها 48. تمام، خليها 48. اوكي، عندنا في الشهر هنشوف 8 في 26 هتطلع معانا 208 مظبوط. تمام، طيب 208 في 12 2496 ساعة مظبوط، يبقى احنا كده ظبطنا عدد ساعات العمل بالنسبة للكالندر ده. طيب هنا فوق بيقول لك ده التوتال ورك اورز بير داي، ده اللي احنا واقفين عليه. تمام، طيب خلينا نخش على الديتيلد ورك اورز على الداي كده، هتلاقيه بادئ لك هنا ساعات العمل من الساعة 8 لحد الساعة كام؟ هنا لحد آخر الساعة 3، يعني من 8 ل 4، 8 ساعات متواصل. طب احنا عايزين نغير الكونفيجريشن ده، عايزين نخليها من 8 ل 5. تمام، هنعمل ايه؟ هنيجي كده عند الساعة 12 ونخليها اوف.
اوكي، بس نختار الاول من الورك ويك عشان السيتنج اللي احنا هنعمله هنا، السيتنج اللي احنا هنعمله هنا هيتطبق عليهم 27 يناير بس اللي احنا مختارينه هنا. فخلينا نفتح من الورك ويك ونعدلها. تمام، هنختار من ساتردي لحد ثرسداي. تمام، وهنعلم على الساعة 12 هنا نان وورك. لا دي كده الساعة 1، هنعلم على الساعة 12 هنا نخليها نان وورك. اوكي، وهنيجي بقى الساعة 16 اللي هي الساعة 4 نخليها وورك. يبقى كده عندك أسبوعك كله بقى العمل من الساعة 8 لحد الساعة 5 لحد آخر الساعة 4. تمام، عندك الفرايداي كده كده ما فيهوش، ساتردي مظبوط، ساندي مظبوط، خلاص اوكي. يبقى احنا كده ظبطنا ساعات العمل بتاعتنا بالنسبة للأسبوع. تمام، طيب احنا دلوقتي عندنا لما نعمل كده سكرول في الكالندر بتاعنا هتلاقي كل الأيام شغل. تمام، كل الأيام شغل، هي 6 أيام يعني شغل، مفيش أي أجازات خالص. طيب احنا دلوقتي عندك في مشروعك مثلا هيقول لك ان مدة المشروع سي مثلا 12 شهر. تمام، طبعا غير شاملين الاجازات الرسمية والاعياد وممكن كمان شهر رمضان، فتضطر ان انت تتعلم على شهر رمضان كله. تمام، فلازم واحنا بنكريت الكالندر بتاع مشروعنا ان احنا ندخل كل الاجازات. تمام، كل العطل بتاعتنا عشان واحنا بنعمل ابديت بعد كده واحنا بنكريت البيز لاين نفسه يبقى واخد في الاعتبار الاجازات. تمام، طيب دي هنعملها ازاي؟ احنا قلنا مشروعنا هيبدأ 1 أكتوبر 2023. تمام، طيب احنا في اكتوبر، عندنا في اكتوبر ونوفمبر ما عندناش اجازات. تمام، اكتوبر ونوفمبر وديسمبر كمان ما عندناش اجازات، اخر اجازة كانت اجازة المولد النبوي. تمام، كل عام وانتم بخير. فخلينا نخش هنا بقى من اول 1 يناير هنعلم نون وورك، ده اجازة. تمام، طيب عندنا كمان عندك 25 26 بيبقى اجازة في الكويت، اجازة رسمية، اجازة العيد الوطني. تمام، هنيجي على 25 و26 تختار شيفت وتختارهم الاثنين مع بعض وهتدوس نون وورك. تمام، طيب عندنا شهر رمضان بقى في عقود كتير جدا ما بيبقاش محسوب من ضمن المدة الزمنية للعقد، فهنضطر ان احنا هنعلم عليه كله في خلال مدة المشروع. شهر رمضان اعتقد 2024 هيبدأ عندنا من 10 مارس. تمام، فهنيجي نقف على 10 مارس لحد كده الاخر لحد 31 مارس وهنقول له نون وورك. تمام، عندك يعني من 10 مارس لحد 10 ابريل، يعني عندك كمان لحد 10 ابريل هنا، من 1 ل 10 ابريل هتقول له نون وورك. تمام، 1 ابريل لحد 10 ابريل نون وورك. عندك كمان اللي هو عيد الفطر كمان، يعني عندك 3 او 4 ايام كمان زيادة بعد رمضان، يبقى هتعلم كمان، هتاخد 11 و12 و13 و14 مثلا، من اول 11 لحد 14 تقول له نان وورك. تمام، بعد كده عندك شهر مايو مفيش اجازات، عندك شهر يونيو هيبقى فيه اجازة العيد الكبير، يعني مش فاكر امتى بالظبط، يعني هنقول مثلا اجازة العيد الاضحى هنا هتبقى مثلا من 15 لحد 18 مثلا يعني، او 19. اوكي، هتقول له نان وورك وهكذا. تشوف بقى يعني تدخل كده تسرش، لو انت مثلا في مصر مشروعك شغال فيه في مصر هتدخل كل الاجازات الرسمية عندك في مصر. تمام، تدخلها على الكالندر. تمام، وتقول له اوكي. يبقى احنا كده ظبطنا الكالندر بتاعنا، دخلنا كل الاجازات، شلنا يعني اي عطلات رسمية او اي ايام ما فيهاش عمل بالنسبة لنا دخلناها على الكالندر. تمام، طيب احنا دلوقتي عندنا مشروعنا بقى، احنا ظبطنا الكالندر خلاص. طيب عايزين بقى نخلي مشروعنا هو الكالندر اللي احنا كريتناه ده هو اللي شغال على المشروع بتاعنا. تمام، احنا كده كريتنا الكالندر، بس ناقص ان احنا ندخله على المشروع او نعمل ابلاي ليه على المشروع. تمام، طب دي هنعملها ازاي قبل ما ندخل اكتيفيتيز خالص؟ عندنا طريقتين، يا اما نقفل المشروع من هنا. تمام، ونيجي وانت واقف على المشروع هنا هتقف على خانة الديفولتس. تمام، وهتختار من هنا الكالندر اللي انت كريته اللي هو بي 6 كورس 6 دايز. تمام، تدوس دبل كليك، يبقى كده عندك الكالندر بتاعك اتظبط، حملته على مشروعك ما عندكش اي مشاكل. كده لما تيجي تكريت اي اكتيفيتي جديد، لما تيجي تحط عندك تدخل اي اكتيفيتي جديد، دخل اكتيفيتي ازاي؟ من هنا من علامة البلس دي، اي اكتيفيتي تقول له نيكست نيكست،
نيكست فينيش. تمام. لما تيجي بقى تشوف تظهر مثلا الكولوم الخاص بالكالندر، الفايند اختصار عشان تكتب كالندر. تمام، اختصارا للموضوع يعني تقول له ابلاي كده. هنا في الكالندر هيظهر عندك بي 6 كورس 6 داي. لو انت ما عملتش الخطوة دي، كنت هتضطر بعد كده ان انت اي اكتيفيتي تدخله تغير الكالندر فيه بايدك مانوال، وده كان هتبقى طريقة متعبة جدا. تمام، يبقى انت كده ظبطت مشروعك، ظبطت الكالندر بتاعك. اللي فاضل بعد كده بقى ان شاء الله ان احنا نظبط بقى ال WBS بتاعنا. المحاضرة الجاية ان شاء الله نظبط ال WBS، وبعد كده ندخل الاكتيفيتيز بإذن الله. تمام، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.